أهلا بكم إلى جولة في أبرز ما تناولته الصحف المحلية والعربية. نبدأ الجولة من صحيفة القدس التي طالعتنا بالعناوين التالية: خلال اجتماع طارئ لسفراء الدول الأوروبية الخمس الكبرى مع مسؤول إسرائيلي لإبلاغه برسالة مشتركة، تحذير إسرائيلي من الاستيطان بالأراضي الفلسطينية في أعقاب إطلاق سراح دفعة الأسرى الشهر الجاري، انذارات بهدم 10 منازل في برطع الشرقية ومصادرة 10 دونمات في قصرة لصالح مستوطنة، الجيش الإسرائيلي يقتحم قرية الرشايدة شرق بيت لحم ويجري فيها تدريبات عسكرية، لجنة فرعية في الكنيست تتهم الفلسطينيين بالسيطرة على أرض حول القدس، إخراج جثث عشرات الشهداء الفلسطينيين من مقبرة الأرقام قرب بئر السبع، نتنياهو يجمد مخطط نقل الكلية العسكرية الإسرائيلية إلى جبل المشارف في القدس الشرقية. وطالعتنا صحيفة الأيام على صدر صفحتها الأولى بالعناوين التالية: الأمم المتحدة تقول أضرار كبيرة لحقت بغزة والضفة نتيجة العاصفة الثلجية، يعلون يرفض إدخال مواد البناء لغزة وينتقد كيمون، تدريبات إسرائيلية تحاكي اقتحامات بالضفة واغتيالات في غزة، شركة كهرباء القدس هناك مبالغة كبيرة في تحميلنا المسؤولية عن انقطاع التيار الكهربائي خلال المنخفض، البردويل ملف المصالحة ما زال مجمدا، ومشعل لم يدعم عباس في المفاوضات، رسالة أوروبية حادة تحذر إسرائيل من طرح مشاريع استيطانية جديدة مع إطلاق الأسرى. أما في صحيفة الحياة الجديدة فنطالع مطالبات بإعلان الخليل محافظة منكوبة وتعويض المتضررين من العاصفة الثلجية، إسرائيل تخشى انتشار دعوة مقاطعتها أكاديميا، عرفات يعترف بأخطاء لكهرباء الشمال، والعمري يتوقع إعادة التيار اليوم لمعظم المناطق، مصادر تتحدث عن موافقة حماس على تشكيل حكومة وحدة، غبيش لا تلوث في المياه والضخ في رام الله والبيرة عاد لطبيعته، تعديلات على دوام معبر الكرامة اليوم وغدا. أما الصحف العربية فنطالع في الشرق الأوسط: الجيش السوري الحر يشكو التهميش لصالح المجموعات المتشددة، واشنطن مستعدة لمحاورة الجبهة الإسلامية، وباريس متمسكة بهيئة الأركان. طالبان للشرق الأوسط: الربيع العربي اجتذب الأفغان العرب، حماس تخسر مليار دولار من تجارة الأنفاق، تجدد الاشتباكات في جوبا واستمرار غياب مشار، 13,000 لاجئ بمقر بعثة الأمم المتحدة في السودان. وفي الحياة اللندنية نطالع العناوين التالية: جوبا ساحة حرب وبوادر انقسام الجيش قبليا، إيران تأمل بتخلي الغرب عن توجهاته الفاشية وترى ظروفا متاحة لإبرام اتفاق نهائي، الأحزاب الإسلامية تظاهرت في العاصمة مطالبة بدولة الخلافة، تونس إحباط في مهد الثورة في الذكرى 3 لقيامها، حرب على أردوغان بعد توقيف رجال أعمال وأبناء وزراء بتهم فساد. إلى هنا انتهت هذه الجولة، أما الآن فنترككم مع الرسوم الكاريكاتيرية.